صباح الخير مشاهدينا، لكم نحن وياكم بصبحية جديدة هالأسبوع يلي مليء بالعطل ومليء بالنعم كمان من خلال كل الأعياد يلي تشاركناهم بلبنان وكمان وين ما كان. إن شاء الله دائما أجواء العيد الفرح الطمأنينة بتكون مرافقة الكل، والسلام الداخلي اللي دائما نبحث عنه يكون مرافق الجميع. نحن وياكم اليوم بهالحلقة مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان، بكرة رح نكون من مدينة صور بحلقة خاصة ضمن أحلى صباح. أكيد بدعيكم أنه تابعونا ابتداء من الساعة 9 صباحا. نحن وياكم بها الصبحية بكرة أكيد ضيوف متنوعين، أكيد كمان رح نضوي على جمال مدينة صور، على هالشط، على البحر، على الأثارات، على غنى هيدي المنطقة. أما اليوم بحلقتنا أكيد كمان في مواضيع عديدة بنتشاركهم نحن وياكم. بتشارك تقديم هالحلقة مع زميلتي بيا. بيا صباح الخير. صباح الخير لك شادي. شو الأخبار؟ يعني أنا محمسة لبكرة لنشوف، كلنا محمسة لنشوف هيك جمال هالمدينة حتى نجرب ننقل قدر المستطاع قد ايه الصيف بلبنان حلو، قد ايه السياحة بلبنان مهمة كمان. صحيح. هيك بركي ندعي بعد اللي ما زار لبنان بعد في وقت من هلا لقيلولي يزورونا. صحيح. رح أعطي فكرة سريعة عشان نطلنا بصبحيتنا لليوم لكل المشاهدين. البداية رح تكون مع غرفة التحكم المروري وطالب بر وتحت نتعرف على حركة السير على طرقات بلبنان، وأكيد ما بننسى الكوتش ثائر حسكور يلي بفيدنا يوميا بتمارين إضافية تنحافظ على رشاقة بدنية. وأيضا اليوم بينضم لنا باتصال مباشر عبد الرحمن زواوي رئيس دائرة التقديرات بمطار رفيق الحريري الدولي حتى نتعرف أكثر على حال الطقس خاصة للويك إند. وأيضا ما بننسى الزميل داني حارب يلي بيطلعنا دائما على أخبار متفرقة من العالم. أولى فقراتنا الحوارية اليوم راح تكون مع شانتال مصممة ومدربة الرقص برفقة جورج كلوري كاتب ومخرج حتى نحكي أكثر عن مسرحية ضيفة شرف. ضيوفنا أيضا لليوم جاد شاهين مدير التسويق بمهرجان وادي الحجير، طبعا رح نحكي نحن وياه عن الجمعية اللبنانية للفنون رسالات عن مهرجانات وادي الحجير الرابع لعام 2019. أيضا بينضم لنا اليوم الفنان التشكيلي المهندس برنار رنو حتى نحكي أكثر عن سيمبوزيوم بعنوان عيد السيدة العذراء يجمعنا. ايضا لليوم بيكون معنا جاني شمالي الممثله عن الاولمبياد العالمي للروبوت بلبنان برفقه باتريك سميحه ونسرين باكاياف، هن مشاركين عن الفئه العمريه الثانويه، بالاضافه لعلي وهبي تلميذ بنادي الروبوت باتحاد بلديات جبل عامل ومشارك هو عن الفئه العمريه الابتدائيه. تحت نحكي اكثر عن حفل ختام المسابقه يلي صار ب 28 تموز بالبلاتيا بجونيه طبعا، وتم من خلاله انتقاء الفائزين اللي راح يشارك بالمسابقة العالمية بهنغاريا. وأيضا لليوم بينضم لنا الرسام بولس كوجوك حتى نحكي عن مشروع عم برسمك يا حلم يا لبنان. والختام جديدنا راح يكون نحن وياكم مع الفنان نادر القطات وجديده وانطرتك. هيدي كانت فكرة سريعة عشان نعطيكم بصبحيتنا لليوم، إنما البداية راح تكون مع طالب برو وغرفة التحكم المروري. صباح الخير. صباح النور. صباح كل المشاهدين. شكرا وصباحكم أيضا، يعطيكم العافية. طمني كيف حركة السير اليوم على الطرقات خاصة أنه فرصة وكتار هيك مدوة لختام الأسبوع؟ منبلش من المدخل الشمالي مثل العادة، الحركة اليوم جدا طبيعية ابتداء من النقاش، أيضا أنطريات الحركة طبيعية دون أي توقف، طريق البحرية مثل ما شايفين كمان حركة جدا طبيعية، تحت أنطريات تجاه الأوتوستراد الحركة كمان طبيعية، شوي كثيف من جل الديب باتجاه نهر الموت، ترجع بتصير طبيعية وناشطة من نهر الموت باتجاه الدورة، من الدورة شوي كثيف باتجاه الكارانتينا، من الكارانتينا باتجاه شارع حلو وناشطة من توقف، ومن الصيف باتجاه وسط بيروت الحركة ناشطة دون توقف، بولفارد من السير الداخلي الحركة ناشطة دون توقف، عالصالوني عنا هون مثل ما شايفين انقلاب سيارة باتجاه جسر الحايك، من الحايك باتجاه جسر الواطي الحركة ناشطة، المدخل الجنوبي المدينة الرياضية الحركة ناشطة دون توقف باتجاه جسر الكولا، ومن جسر الكولا شوي عم تكون كثيفة باتجاه نفق سليم سليم. بالنسبة لمدخل الشمال اللي الشرقي عفوا من اليرزي الحركة ناشطة،
ايضا الصياد بالاستراد الرئيس ايميل لحود حركة ناشطة، وايضا استراد الرئيس فيا الصهراوي حركة ناشطة دون توقف. بالنسبة لداخل بيروت البربير حركة ناشطة، ايضا كورنيش المزرعة، فقاطع برج الغزال الاشرفية ايضا حركة ناشطة دون توقف، فقاطع برج المر الحمراء كمان مثل ما شايفين حركة طبيعية، واخيرا الواجهة البحرية عند مريس الحركة على الاتجاهين ناشطة دون اي توقف. هذا كان بالنسبة لحركة المرور. بالنسبة للاحصاءات اللي سجلت بغرفة التحكم المروري، سجل عندنا 16 حادث، للاسف نتج عنهم 3 قتلى و16 جريح. محاضر السرعة الزايدة 1093 محضر سرعة زايدة. هذا كان كل شيء لليوم. شكرا طالب برو، يعطيكم العافيه، دائما متعبكم معنا. مشاهدينا رح نروح انا وياكم لعند الكوتش ثائر حسكور حتى تتابع التمارين الرياضيه الصباحيه. صباح الخير مشاهدينا من جوانابانا دامور. بونجور سينا. بونجور برنار. من بعد رياضة صباحية منتابع مشاهدينا نحن وياكم صبحيتنا لحتى نكون مع أبديتس عن طقس، خاصة مع الويكند. هلأ تفاصيل إضافية مع مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي، وأكيد كل فقرات بذكركم فيكم تتابعون معنا من خلال السوشيال ميديا، أكيد إن كان على تويتر إنستغرام أكيد فيسبوك بيج، وأيضا من خلال www.teleliban.com.lb. دائما مع مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي عم ناخذ تفاصيل وابديتس أول بأول لنشوف أحوال الطقس. بدي أقول صباح الخير للمهندس عبد الرحمن زواوي. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ كيفك شادي، ماشي الحال؟ يا هلا يا هلا. عم تخبرنا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس إن كان لليوم الجمعة، وأكيد مثل العادة بنعمل هيك أبديت سريعة على الويكند. اليوم الجمعة أجمالا في بداية انخفاض درجة الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية. يعني على الساحل ما كتير رح نحس بالفرق، لأنه على الساحل في عنا نسبة رطوبة مرتفعة تقريبا تصل ل 80%. نعم. وهالرطوبة هيدي بتأدي لتشكل ضباب على المرتفعات بالفترة المسائية. لأنه بالنسبة للويك إند الطقس بيصير مستقر، يعني على الانخفاض اللي بيحصل عليه اليوم، يعني أجمالا على الساحل نزل لحدود ال 31 بعد ما كنا امبارح ب 33. نعم. وبكون الطقس شوي غام جزئيا بكره مع رياح شوي ناشطه، ومثل ما قلنا درجه الحراره بتكون نزلت لحدود ال 31 على الساحل، بينما على الجبال بتكون من 17 الى 27، الارض من 12 الى 21، وبالبقى من 18 الى 30 درجه. بالنسبه لنهار الاحد، فجر الاحد ممكن احتمال يكون في شويه رذاذ بالمناطق الشماليه على المرتفعات، يعني نتيجه الانخفاض الحراري ونتيجه الرطوبه الموجوده. هلا بغير مناطق مثل بجنوب تركيا او شمال سوريا في احتمال يكون في امطار اكثر شوي. الاحد بيكون غائب جزئيا، لكن مثل ما قلنا بدون تعديل درجه الحراره وتشكل ضباب مرتفعات مستمر. الرياح السطحيه قلنا بشكل عام هي حتكون جنوبيه غربيه ناشطه خلال النهار، وسرعتها بين 15 و40 كم بالساعه. الرؤيه متوسطه على الساحل تسوء على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبه على الساحل بين 45 و80%. البحر هو منخفض ارتفاع الموج، حراره الماء 29 درجه. نعم. حركه الموج قد ايه رح تكون متطوره؟ انا عم شوف على السكرين انه تقريبا دون المتر رح تكون. صحيح، الموج هو ارتفاع الموج بين نص متر ومتر بهذا اللون. نعم. الازرق الغامق. وحراره الماء 29 درجه، وهذا غالب يعني غالب كل الويكند. نعم. بشكل عام الاجواء يعني ما في شيء سبيسيال، لا منخفض جوي ثابت ولا مرتفع جوي، اجمالا الطقس مستقر طبعا، حتى حراره سطح المياه عم نشوفها 29 درجه كمان مئويه، يعني كمان مستقره. صحيح، درجه حراره المياه مستقره،
وابتداء من نهار الاثنين اجمالا ممكن في احتمال عوده ارتفاع درجه الحراره بشكل طفيف. نعم. يعني درجه الحراره عم تلعب بين 31 و 33 درجه اللي هو بحدود اعلى من المعدات الموسميه واقل بعض الاحيان. نعم، على كل حال اكيد تفاصيل اضافيه وتوضيحات نهار الاثنين معنا بصبحيتنا عبر احلى صباح. شكرا لك المهندس عبد الرحمن زواوي مباشره من مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي. بتمنى لك ويكند حلو. مشاهدينا هذه كانت جولة على أبرز أحوال الطقس لليوم وللويكند. مثل ما شفتوا طقس مستقر صيفية حلوة بلبنان استفيدوا منها. أما هلأ بنروح مع الزميل داني حرب إن كان أبديتس بالرياضة أو حتى بأخبار من حول العالم. دايما داني عنده جديد يخبرنا عنه، منشوف شو محضر لنا لليوم، منتابع سوا. رح يحكي الزوجين اللي عقدوا قرانهم بقرية مصرية صغيرة قصة مراسم زواجهم اللي بتديرها امرأة، وذلك لأنه هالأمر غريب وغير معتاد ببلد جرت العادة انه يقوم بهالعمل الرجل. ولكن بقرية القنايات التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة شرقية بشمال البلاد وثقت أمل سليمان وهي مأذون شرعي حاصلة على رخصة لمزاولة العمل 3000 زيجة على مدار 11 سنة. وكانت بدأت قصتها لما توفى عم زوجها اللي كان مأذون القرية بعام 2007، وبوقتها كانت أمل قد حصلت على درجة الماجستير بالقانون وبدأت بالبحث عن وظيفة. هون اقترح عليها زوجها انه تتقدم لشغل الوظيفة مكان عمه، فاعتقدت بوقتها انه الفكرة بعيدة. فاستغرق العمل سنة كاملة من التنافس مع 11 متقدم آخرين من الرجال، وشعرت بالسعادة لما تم تطبيق القانون اللي بيعطي الأفضلية للمرشحين الحاصلين على أعلى الدرجات الأكاديمية. ولكن المهمة ما كانت سهلة. هي العقبات الأساسية أولا كان العمل الجديد بالنسبة للمرأة، كانت مواجهة المجتمع أكتر حاجة. يعني طبعا الناس، في ناس تستنكر وفي ناس بترفض جامد إن أنا يعني عن جهل. يا ريت مثلا حتى لما يعني كان بيريحني لما حد يناقشني يكون عن علم، إنما لما حد بيناقش وهو عن جهل دي كانت أكتر حاجة إنك تقنع حد إن يقول لك ده حرام. طب حرام إيه أسانيدك؟ هتلاقيه يعني مش عارف حاجة خالص في الدين. طب أنت بتتكلم حرام بمنطلق إيه؟ وفعلا حصل معايا مواقف كان فيه البنت مترددة أو مش موافقة على العقد. طبعا هما يقدروش يمنعوني عنها، مفيش الحجه اللي هي لا هنبعت لك اتنين يقولوا التوكيل او يقولوا ان هي موافقه. فدي ميزه تعتبر ميزه للنساء، فيعني الموضوع يعتبر متعادل. لكن في النهايه احنا مش في سباق احنا والرجال، احنا بنقول الاكفأ لمكان يحصل عليه. في الاول احنا لقينا مواجهه عنيفه جدا من بعض علماء الدين المتشددين، لكن الفئه الغالبه او الناس يعني معظم علماء الدين كانوا يعني في راينا يعني، والبعض منهم برضو تراجع لما عرف طبيعه وظيفه المأذون، لانهم هم نفسهم كانوا بيعتقدوها ان هي وظيفه دينيه. لما حوار مجتمع حصل في الجرايد والاذاعه والتلفزيون وجميع الوسائل المرئيه والمسموعه بداوا يفهموا ان طبيعه عمل المأذون ايه، فبدا نسبة كبيرة جدا منهم تتراجع. يعني نظامها هي أحسن من الراجل في إن هي بتستضيف الناس كويس وبتتعامل مع الناس كويس وبتعاملهم يعني بمنتهى الاحترام وبتعمل كل حاجة، كل حاجة احنا عايزينها مطلوبة بتعملها. وكان مقال نشر بإحدى الصحف سيف ذي حدين، فعلى الرغم مما أثاره من انتقادات كبيرة إلا أنه قدم دعاية لخدماته. ولما فتحت مكتبها بعام 2008 بدأ الناس عم بيتوافدوا لعندها بشكل تدريجي، ونظرا لكون امرأة فقد ساعدتها مهنتها بفهم المواقف لما كانوا يستشعروا النساء انهم مرغمات على الزواج، لانه بمصر بيتعين انه يشهد رجلين على قبول الفتاة او الامرأة الزواج، وببعض الحالات بيعتمد المأذون على شاهدين بدون ما يسأل العروس.
مشاهدينا بننطلع بلقاءاتنا الحوارية معكم، منكون عم نضوي على أبرز النشاطات اللي عم تصير بلبنان وين ما كان بكل المناطق. والسنة الصيفية مليانة نشاطات وواعدة مثل ما عم نشوفها بصيف لبنان الحلو. هالمرة وجهتنا أكثر رح تكون لقضاء زحلة الثقافي، لبلدية زحلة، للمنطقة اللي كلنا بنطلع على لها بالبقاع اللي بنحبها، عروس البقاع زحلة، مع عمل مسرحي استعراضي غنائي. ضيفة شرف أكيد رح نحكي بتفاصيل هالموضوع، بس رح نستضيف معي بالاستوديو كاتب ومخرج العمل المخرج جورج كفوري. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يا هلا لكل المشاهدين، شرفتنا. كمان بس رح نستضيف أيضا مصممة ومدربة الرقص للعمل شانتال رباي. صباح الخير. بونجور. أهلا وسهلا فيك. شانتال، اسمحي لي أبدأ مع أستاذ جورج بالبداية لحتى نحكي عن العمل اليوم. هالمسرحية بالمؤتمر الصحافي اللي انعقد تم اطلاق تفاصيل هالعمل، خبرني شوي قد ايه مهم نرجع للعمل الاستعراضي، قد ايه كمان انه يكون عم ينطلق كمان اليوم من عاصمه البقاع من زحله. يعني كانت القصه نوع من قرار بيننا وبين رئيس بلديه زحله، نعم، اللي دائما بيحبوا ينعرض اشياء جديده ونفوت على اشكال فنيه جديده، خاصة وأنه زحلة عريقة بالمسرح كانت وانقطعت فترة طويلة، مثل ما انقطع لبنان كله سوا، صار الأعمال اللي عم تتقدم استعراضية بسيطة، نعم، أغنية ومطرب بيغني وبيفرق. السبب كان في قرار باستعادة الموسم المسرحي. سنة الماضي بلشنا وعملنا معكم مقابلة حلوة كتير، والسنه مستمرين، وسنه الجاي اذا الله بيريد، اذا ما كنا نحن بيكون غيرنا، ولكن عمل فني رح يكون استعراضي مسرحي. طبعا رح نحكي بتفاصيله، على كل حال ناخذ تفاصيل اضافيه. شعطال، اليوم قد ايه العمل المسرحي من خلال موقعك كمدربه رقص ومصممه رقص كمان، قد ايه في جهد، قد ايه في تعب، قد ايه كمان الكاست اللي بده يكون مشارك بده يكون عنده الابيليتي، بده يكون عنده الجهوزيه لحتى يوظف كل قدراته بالفيجن يلي المخرج حاططها، الكتابه وايضا كمان سينوغرافية اللي عم تشتغليها معهم. صح، العمل بده كتير جهد، يعني نحن صار لنا سنة عم نشتغل حتى نعرض نهار الثلاثة بتكون البريمير تبعنا، ومثل ما قلت الكاست بده يكون متعدد المواهب، لأنه بالعمل المسرح الاستعراضي الراقص المطرب عم بيمثل والمطرب عم بيرقص والدانسور عم بيمثل والدانسور عم بيكون بلسان فيها غنى، يعني كل الكاست عم بيشتغل بالدومين تبعه وبدومين تاني، دونك عم بيصير فيها الانتر اكسيون، وبدا اكيد جهد كتير كبير، وبدا كاست ابضاي لانه يكون قادر انه يغير من موقع لموقع. صحيح، يكون هالقد بجهوزية. صحيح. انه يخدم المشهد يلي صح. عم يتحضر. استاذ جورج، لما نحكي عن هالعمل في معالجة لقضايا اجتماعية سياسية ساخرة، هو شوي مراية لمجتمعنا اليوم، خبرنا بأي قالب بنشغل على النص قبل ما نحكي عن الاخراج. اول شيء انا انتمي فنيا الى المدرسة الرحبانية لأني كنت مشارك فيها، أول شيء بالرأس بعدين وفي عنا مسرح بلبنان اسمه المسرح اللبناني، يعني إذا بدك المسرح الرحباني هو ذاته المسرح اللبناني. ليه سميته المسرح اللبناني؟ لأنه فريد من نوعه بالنسبة لكل الأشكال المسرحية العالمية. لا فيك تسميه أوبرا ولا فيك تسميه أوبرات، لأنه نسق خاص، عالم خاص. صحيح، عنده شكل خاص. أيه. وهذا اللي اثبتته التجارب على ما وهيدا اهميته، انه يتسع للفكر، يتسع للشعر، يتسع للرقص، يتسع لكل شيء. وقادر تعبر من خلاله بقضايا كثيره. الفكره اللي هي ضيفه شرف كانت نوع من مدخل لهالاستعراضات كلها، لهالأفكار كلها، لهالنشاطات والأشكال المسرحية كلها سوا. هي حكاية مجتمع، والمجتمع مش غريب عنا، ولكن نحن بالمسرح
من بعد شوي عن المسرح المباشر، لانه ما بيعود كتير فني المسرح المباشر، بصير اقرب الى الصحافة واقرب الى كذا. هالاطار هذا اللي اسمه ضيفة شرف، مجتمع مثل مجتمعاتنا بحاجة لمخرج. هالمخارج ثلاثة عندنا نحن او اربعة، وبيحلموا انه ينزل نجم من السماء، انه بدنا شيء غير شيء، شيء خارج عن المألوف، خارج عن الواقع، لحتى ينقذنا. الويلي الويلي بيقعدهم بأمير جاي من بعيد. الأجيال الجديدة تتوق إلى أشياء جديدة، إلى ما هنالك من كل حلقات المجتمع عم بتحاول تبحث عن شيء، وبأسلوب مسرحي حواري راقص مغنى، هالقضايا بتتفاعل بين بعضها، لحتى انه يصير فيها ضيفة الشرف، يعني هالنجم اللي كان يغني للشحات لتنزل نزلت لنشوف كيف بدها، وعملت نوع من تغيير بالمجتمع ككل. لحظات، واللحظات بدها تنتهي لانه بدها تفل، مش جاي لتبقى للسبب سميناها ضيفة الشرف يعني، ولكن بتترك المهمة على ابناء المجتمع، لانه نحن بنؤمن انه المجتمع هو بيغير حاله، هو بيتجدد، مش بحاجه لحدا يجدد. طبعا هيدا اكيد الصوره الكبيره، خليني اقول، لهالعمل الاستعراضي الغنائي الفني ضيفة شرف شانتال تابلويات اللي انشغلت بعرف بالمسرح اللبناني. يعني في عنا فولكلور، في عنا دبكة أكيد، في كمان الكلاسيك، يمكن في أيضا رقصات تعبيرية يلي بترافق. خبريني شوي كيف اشتغلتي مرافقة للنص، كيف تابلويات خدمت وكانت مكمل وإضافة للعمل؟ هلأ نحن بالمسرحية أكيد منطلقين من الفولكلور اللبناني. نعم. يعني في عنا مشاهد دبكة، بس القيمة المضافة على الرقصات هن التابلويات التانية اللي نحن، لأن أنا كوريغراف كونتمبوران، فمفوت الرقص المعاصر وعاملة ميتيساج، إذا بدنا نقول، بين الرقص الفولكلوري وبين الرقص المعاصر. ونحن كمان بضيفة شرف مفوتين الرقص الهوائي اللي هو الأريال دانسينج، يعني كل شيء بالهواء، لأنه عم نحكي الإطار الأول نحن بالسماء وبالفضاء الخارجي، فما فينا نكون على الأرض، يعني نازلين من السماء على الأرض. يعني عم تحمسونا أكثر وأكثر نروح نحضر، عم بلش هيك نتخيل. عم نازلكم ونحن رح نلبي الدعوة. عم نتخيل العمل شوي عن الموسيقى. طبعا أنا هذا اللي بدي أوصل له مع حضرتك، نحكي شوي عن الموسيقى المكملة، لأن في حوارات غنائية مثل ما حضرتك ذكرت. خبرني شوي عنهم أكثر، كمان بتعاون مع جوقة مارلياس المخلصية اللي كمان مشاركين بالعمل. نتوقف شوي عند الشق الموسيقي للعمل. نحن تعودنا كجروب على بعضنا، انه انا بكتب وبخرج، حضرتها الفنانة المبدعة، مبدعة فعلا، مبدعة يعني تخلق لك اشياء ما بتكون عم تفكر فيها كمخرج او ككذا. وفي عنا الملحن السيد غسان زرزور، ملحن مبدع يعني متعمق بالموسيقى الشرقية والغربية وكذا، ولكن إبداعه العظيم بالموسيقى اللبنانية، بيعطينا ألحان كتير 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 حلوة، والألحان مش غريبة عن الشيء اللي قلت لك إياه بالأول عن المسرح اللبناني الأصيل. مبدع كان وأعطانا أشياء حلوة كتير. هلأ بالنسبة للممثلين الباقيين بدك تسألنا، يعني الممثلين يلي بدي اتوقف عندهم، الأسماء المشاركة أو حتى كيف تم اختيار الكاست، الشخصيات على أي أساس، وكيف التعاون، لأنه مثل ما كنا عم نحكي مع شانتال أنه الاختيار لازم يكون صائب، لأنه لازم يكون في موهبة متكاملة باختياركم. اي مثل ما قالت انه تتمازج كل القضايا الفنيه مع بعض، للسبب معك حق تسالنا السؤال، لانه يمكن يكون مطرب صوته رائع جدا 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 ما يزبط، لانه بده يكون عنده القدره الغنائيه، بده يكون عنده القدره التمثيليه المسرحيه، الى جانب القدره على الرقص، لانه كل المشاركين
بيشاركوا بهالثلاث قضايا طبعا تجويات يعني مشتركه للكل. من هون المعايير اللي على اساسها بنختار الممثلين اكيد التمثيل اول شيء، ولكن بعدين الصوت والغنى لانه المطربين عم بيغنوا وعم بيمثلوا الى اخره، والاهم من هودي كله قدرته على الحركه، لانه اخراج هذا النوع من المسرح بده حركه لتصير في تناغم بين الرأس وبين التمثيل. لا. يعني وانا عم بخرج مسرح مشهد تمثيلي بحت، ما فيني اهرب من تأثير الرأس والغناء والايقاع على التمثيل بالذات. للسبب بحاول زود بكمل بعضه. شانتال، شو التحدي الاكبر يلي واجهكم بالتحضيرات؟ يعني العمل اكيد صار جاهز لانه العرض نهار الثلاثاء ونهار الاربعاء ب 20 وب 21 اب، اكيد هلا بنحكي بالتفاصيل وين وكيف وكل هالامور، ولكن شو التحدي الاكبر يلي واجهكم وقد ايه متى بدات التحضيرات؟ مثل ما قلت لك نحن صرنا عم نشتغل على العمل سنه. نعم. التركيب الشغل ككل بلش من 5 أشهر تقريبا يعني على الارض. التحدي فعليا كان بالكاست، يعني حتى قدرنا نلاقي الممثلين اللي هن اصواتهم كتير حلوه واللي قادرين يرقصوا. منشان هيك انا هون بدي اذكر البطوله تبع المسرحيه عندنا ماريس فرزلي، عندنا نيكولا وهبي، عندنا جورج قسطى، عندنا جورج فرح، وعندنا إيديت معلوف. وهن هالخمسه عن جد يعني عم بيغنوا وعم يرقصوا وعم بيمثلوا، وهن اساسا خريجين مسرح طبعا. يعني وكلهم من عيال بقعيه زحلاويه، اهم شيء هن زحلاويه، العمل كله زحلاوي. نعم، يعني انا صرت ناطر لشوف اذا حدا رح يزمر. احكي له عن الكورس. يعني اكيد الكورال يلي كمان مريت كمان شوقت مريت كمان كلهم زحلنا. يعني نحن فينا نقول انه هيدا العمل ككل اللي فيه عمل زحلاوي 100% بكل تفاصيله بكل مكوناته. استاذ جورج، العمل يلي رح يكون بعرضين نهار الثلاثاء ب 20 والاربعاء ب 21، عرضين فقط، وين رح يصير؟ والاشخاص اللي راغبين انهم يكونوا عم يحضروا، هل في تيكتس؟ هل كيف شو لازم يعملوا ليقدروا يشاهدوا العمل؟ رح يكون بالبارك البلدي امفي تياتر معمول خصوصي كرمال هالقصص هيدي، ويتسع لجمهور واسع. هو بزحلي هيدا، بقلب زحلي طبعا. وبعدين قصة البطاقات، لا في تيكتينج البطاقات بالمسرح او وين فيهم يحجزوا؟ في اونلاين على ويب سايت هو براندز يو لايك، وفي بمكتبات بقلب زحله، بس على الويب سايت بيوصل لعندهم يعني لكل المناطق. يعني اكيد بيقدروا يحجزوا ان كان اونلاين او ان كان بالمكتبات. صحيح. بزحله. ليه بس عرضين رح تعرضوا؟ هودي البريمير رح يصيروا بزحله على امل انه نقدر نعمل تورنيه كامله. خي يعني هذا بلان لبعدين، لانه حرام عمل مشغول بهالدقه وبهالجماليه ما يكون في له استمراريه. صح. باعمال ثانيه خبرنا. كان عندنا باردون تفضل. كان عندنا شغله اساسيه من حيث المبدا، مشاركه الجمهور. يعني مسرح تفاعلي بمكان ما رح يكون فيه دور صغير للجمهور، مساهمه الجمهور هي نوع من مبدع في التلقي الجمهور لحتى تتم عملية الإبداع بين الجمهور وبين الناس. حضور الجمهور ومساهمة الجمهور على كل المستويات منشان إبراز هذا المسرح الزحلاوي اللي نتوق لأن يصبح مسرح لبناني. ديجا هو مسرح لبناني لأنه بلش مثل ما قلت لك كمسرح لبناني ككل. يعني بنفتخر بعروس البقاع اللي كمان اليوم مرة أبنائها عم هيك يجمعوا مع بعضهم كل الجهود والقدرات لحتى يقدموا عمل مسرحي. شو حلوة هيدي الثقافة وشو حلوة هيدي النظرة. لكن برجع بجدد الدعوة لكل المشاهدين ب 20 و 21 اب العرض المسرحي البريمير لضيفة شرف. حجزوا التيكتس تبعكم، طلعوا مش بس حضروا المسرحية، قضوا الويكند كله بزحلة وكمان بالمنطقة حواليها، قضوا وقت
روعة مع أهلها اللي كل لبنان بيعرفونه، وهذا أكبر دليل معي بالاستوديو اليوم. أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق، بدي أحملكم سلام لكل طاقم العمل كاست وكرو كمان، يعني لأن بعرف قد نبض بالكواليس هو اللي بيحرك صح. الممثلين على المسرح. موفقين بالعمل بضيفة شرف، إن شاء الله كمان نرجع نحكي عنها لتكون مستمرة بعرضها. مرسي بوكو، اهلا وسهلا فيكم. شكراً لحضرتك مصممه ومدربه الرقص شانتال رباي وكاتب ومخرج العمل جورج كفوري، شكرا لحضوركم معنا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بريك بيفصلنا عن متابعه صبحيتنا نو زابينج، خليكم معنا. نحن وياكم بنتابع صبحيتنا مشاهدينا، نهار جمعة مبارك بتمنى للجميع، نهار حلو يلي الناس يلي اخدين مكملين فرصتهم، في كتير ناس عاملين اوف لانه هي جمعة كانت مع عيد الاضحى ومع عيد السيدة كمان، الكل مزعبر واخد اوف ليستفيد من اسبوع كامل. اذا كنتوا بلبنان اعملوا سياحة داخلية، مش دايما تنبشوا على تيكتس وعلى بلانز خارج لبنان، لانه لبناننا كتير حلو، يلي مسافر اكيد كمان ينبسط ويستفيد بكل لحظة، لأنه الحياة مرة واحدة بتصير، ونستفيد من كل شخص، من كل لحظة، من كل فرصة إن كان بتتقدم لنا أو حتى نحن منبحث عنها ومنقدمها لحالنا، نفكر بإيجابية وبابتسامة دائما. أكيد من النشاطات اللي صارت هيدا الأسبوع كمان بـ 14 وبـ 15 شهر بمناسبة عيد السيدة، تم تنظيم سيمبوزيوم بعنوان عيد السيدة العذراء يجمعنا بحديقة الصنوبر بعين قبل بالجنوب. أكيد لما نحكي عن الجنوب نكون عم نحكي عن الإرث الديني، نكون عم نحكي عن الإرث الثقافي الفني يلي هالقد بيخدنا لهالمناطق، وكيف إذا كان في عرابين للعمل منفتخر فيهم. لما نحكي عن اسمه بنكون عم نحكي عن أكثر من 6000 لوحة، أكثر من 3000 طالب، أكثر من سيمبوزيوم للرسم الحي صار عنوان بعمله وشراكة كمان، بس نكون عم نحكي كمان عنها، هي بنكون عم نحكي عن أعمال مهمة جدا، عن نظرة، عن فن تشكيلي منفتخر فيه، أسماء بتشرف لبنان والمنطقة العربية كلها. هنا ضيوف اليوم لحتى نحكي عن سيمبوزيوم يلي صار نهار الأربعاء واستمر لنهار الخميس مبارح بعين قبل بحديقة الصنوبر. بصرنا استضيف معي بالاستوديو الفنان التشكيلي المهندس برنار رنو. صباح الخير. صباح النور، اشتقت انا وياك. والله اشتقنا حقيقه. شو اخبارك؟ كتر خير. اهلا وسهلا فيك. كما انه بصرنا استضيف ايضا الفنانه التشكيليه روزانا الخطيب. روزانا صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. مرسي. شرفتينا. ليديز فيرست، اسمح لي ابدا مع روزانا البدايه. شرفتينا بصبحيتنا، يعني هذا سيمبوزيوم اللي بدنا لعيد السيده بعين قبل. بدي احكي بالبدايه عن رمزيه المكان قبل ما نفوت بتفاصيل، قد ايه لبنان الجنوبي يلي بيحتفل بكل الاعياد عنده خصوصيته وعنده اهميته بهذا الموضوع. نحن لما بنكون بجنوب سبحان الله قلبنا بيكبر كثير، المنطقه المقاومه بلبنان وضيعنا يلي بتحس بس يكون في اعياد خصوصا عيد السيده، بتبقى الضيعة كلها عم بتغني وكلها سعيده، بتحس بالفرح لما تنوجد، خصوصا كيف عم نحكي عيد السيده ومنطقه عيد عين قبل. عين قبل نعم، هي منطقه عندهم عيد السيده رمزيه كبيره لها، لانهم هن يعني كل المغتربين بيجتمعوا خصوصا بعيد السيده، بتبقى الضيعه عم بتعج عج كلها فيها بالمغتربين، وعيد السيده بتجمعهم وعندهم اياها مقدس، يعني كل سنه لازم يكونوا موجودين. بقى كان في عندنا ست ماري حداد صاحبتنا فنانه كبيره كمان حبت تجمعنا كلنا بهالحدث المهم، واكيد لما حدا بيقول لك مشان لان هن عندهم مزار جديد عم بيعملوه يلي مزار ام النور، بقى احنا ركبنا كلنا الدعم، يعني الواحد ما في الا ما يكون متعب. اكيد اكيد. يعني رح نحكي بالتفاصيل على كل حال عن هاليومين يلي كانوا استثنائيين يعني بهيدا السيمبوزيوم. برنار انه اسم بيختصر يعني تاريخ وبيختصر كمان جماليه بالفن التشكيلي، اليوم حضورك بشكل الحضور 280 باللوحه
المباشرة يلي أنت يعني ملك بهيدي الساحة دائما. خبرني شوي عن هيدا التعاون قبل ما نفوت بتفاصيل السيمبوزيوم مثل ما ذكرت كمان روزانا، خبرني الفكرة كيف انطلقت وكيف تم تنفيذها على الأرض، لأن بعرف دائما بتنبشوا على تويست، دائما بيكون في شيء جديد صح ومميز بيشبه الحدث. صح، رح احكي من بعد سؤالك شو صار. من سنتين حكيتني ماري حداد يلي هي اصلا كانت تلميذتي ويلي هي فنانه عم تشارك معنا بعده نشاطات، انه لازم نعمل شيء بعين نجم بعين ابل. من زمان بتقلي انه لازم نعمل شيء، امتى فيكم تطلعوا؟ انه هيدا شغله مهمه كثير لمنطقتي وانا من فوق وانه بيتنا فوق والعائله كلها فوق، انه ليه ما بنعمل شيء؟ قلت لها ليش بمين عمل هيدا الشيء؟ ليش لا؟ يعني بندعي وهن بذات الوقت لتنظيم هيك شغله. السنه البلديات شوي مقله بالماده اذا بدنا، ما في دعم مادي للسمبوزيومات مش مثل السنين اللي قبل. حبت على عاتقها بالتعاون مع بلديه عين قبل انه يعملوا هيدا النشاط، والنشاط انه اليوم قد ما عم بيصير في نشاطات صار في كم كتير كبير كمان من الفنانين عم بيرسموا وين ما كان، اختارت الفنانين وصار في تواصل وحكيت مع البلدية وصار هيدا كرمال يروح ريع كل السيمبوزيوم لسيدة ام النور. نعم. يلي هو انا برأيي متى ما خلص تاني حريصة تماما، لانه 333 درجة لتوصل للقمة، وكنيسة كتير كبيرة تحت بقاعدته، ثلاث أعمدة ضخمة حاملته ميجا ستركتور وطوابق وتطلعوا الدرج كله، السنسورين بقلبه والسيدة العذراء على راسه. يعني أنا بتصور أنه نحن اللي عملناه هو دعم جزء كتير قليل، بس كمان نترك أثر فيه لا دعم هيدي الفكرة المهمة كتير يلي الأرض وطأ المسيح والأرض وطأتها سيدتنا العذراء. كرمال هيك هيدا النشاط، وماري حبت على عاتقها كمان هي تقوم بكل المبادرات وتستضيف ببيتها، ومشكورة انه استضافت الفنانين عندها بالفيلا عندها وكم مطرح كمان استضاف ليكون هالفنانين مرتاحين. والرسم كان جماليته انه بالغابة الصنوبر بالحديقة الصنوبر يلي هي مكان كتير جميل، بس الرسم والفنانين تقريبا ما كان فيه الضغط اللي صار بالليل لانه كلهم بناموا ليصاروا كل الليل، بس اللوحات انحطوا بالكنيسة، واليوم الخبر وصل انه مبيع ثلاث لوحات ومنهم لوحتي، وهدول راح ريعهم اكيد طبعا. وهيدا رح احكي بالتفاصيل. عم شوف على كل حال الصور كمان، يعني مثل ما ذكرت السيدة ماري كانت يعني كريمة بعطائها بهذا الإطار، ولكن بتبقى ماري اللي هي السيدة العذراء هي اللي وفقت وجمعت كل هيدا العمل. هاي اللوحة العملية تقول هيدي بتلفزيون لبنان، هاي التغطية من حريصة كنت حاضر حضرتك صحيح وتكلنا بالحلقة المباشرة. حطيت انه انا كذا مرة راسم للعذراء، صاروا 10 مرات رسمت العذراء بلبنان للعذراء يعني، وفي اكيد صور للسيمبوزيوم هلا كتير حلوة، بس العذراء إلى حصة الأسد معي انا طبعا. رح بتفاصيل الموضوع. روزانا خبريني شوي عن هيدا السيمبوزيوم، اهميته على صعيد الشخصي عندك قد ايه رمزيه العيد وقد ايه كمان الخشوع يلي بيكون موجود ومحيط، لانه رسم مباشر بالمقر يعني مش قاعدين بالاتوليه عم ترسموا، قد ايه في خصوصيه وقد ايه كمان بيعطي ابداع والهام اكثر. هقول لك شغله، نحن لما بنمسك ريشنا والواننا بتروح تشارك بسيمبوزيوم نحن بنحس حالنا مثل شي جندي ماسك عدته هيك. بقى تخيل انت رايح مشان حدث هالقد له معنى بحياتنا الروحيه ولا العمليه ولا وجودنا ككل. بقى لما مسكنا الغراض وكنا رايحين عم نتحضر بتحس رايح على محل يعني بيعطيك زخم روحي معنوي كل شيء. صباح الخير لكم مشاهدينا متابعينا بلقائنا الصباحي، وهلا بدنا نحكي نحن وياكم عن مهرجان تحديدا صار بوادي الحجير. هذا المهرجان يلي من خلاله تم التعاون مع اتحاد بلديه جبل عامل والجمعيه اللبنانيه للفنون رسالات، يلي تم افتتاح المهرجان برعايه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون مثلا بالنائب هشام الروكز وعدد من كتله الوفاء المقاومه، بالاضافه لرئيس اتحاد بلدية جبل عامل والمسؤولين المنظمين للمهرجان. بس نستضيف بهذا اللقاء جاد شاهين مدير التسويق بمهرجان وادي الحجير.
صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. يعني المهرجان ابتدى ليومين ب 9 و10 وراح يكون في نهار اضافي اذا الله راد ب 17 اب هيدا السبت. بالبدايه خبرنا عن رمزيه وادي الحجير وعن هالمنطقه تحديدا الجنوبيه للكتار يلي بعد ما بيعرفوا. يعطيك العافيه، اول شيء شكرا على الاستضافه. مهرجان وادي الحجير، رمزيه المكان بوادي الحجير هو انه هذا المكان قاوم الاعتداء على لبنان منذ التاريخ. يعني اذا بتطلع في مناطق اثريه بقلب هالمكان بتشهد على الحرب الصليبيه، على يعني قلعه دبي اللي موجوده بقلب المحميه بقلب المكان، اللي هي حتى بقلب حرب تموز انقصفت رجعت، وصولا للوادي اللي نحن عم نعمل هالمهرجان فيه اللي بال 2006 قاوم الاعتداء الاسرائيلي. هذا المكان فدى، يعني نحن بنؤمن انه فدى لبنان كامل، لبنان من خلال مقاومته. بالتالي نحن رمزيته هو انه يكون في نوع من احياء فني هادف يحيي هذا الجانب. يعطيكم الف عافيه على هيدي الجهود اللي عم تقوموا فيها، هيدي للسنه الرابعه على التوالي بتقوموا بالمهرجان. خبرني بالبدايه بكونك رئيس او مدير التسويق بمهرجان وادي الحجير وجمعيه رسالات، جمعيه رسالات تم التعاون معها كرمال تحيوا هالمهرجان. صح. بشوطوا عن هيدي الجمعيه وقد تاسست؟ جمعيه رسالات الجمعيه اللبنانيه للفنون تعنى بكافة الفنون الموجودة بوسطنا، هي داعمة من التأسيس من خلال تمكين أو توفير أماكن للتدريب للمسرحيات للمقطوعات الموسيقية بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي وكشافة الرسالة والكونسرفتوار الوطني. دائما في علاقة طيبة مع الجمعية ويعني علاقتنا مستمرة إن شاء الله. نعم. ليه تم التعاون مع عدد من الجمعيات لأحياء المهرجان بوادي الحجير؟ اللي عم يصير، أول شيء نحن بنآمن إنه هيدا المهرجان أو هيدا المكان بالذات، حكيت عن رمزيته من قبل شوي على مدار السنين الماضية، نحن بنآمن إنه هيدا جامع كل لبنان، فضروري نحن ناخذ جمعيات من كل لبنان، ففي تعاون. يعني المعادلة الذهبية اللي بنشوفها نحن بين الشعب والجيش والمقاومة حبينا نترجمها فنياً. بنتعاطى مع جمعيات هويتها لبنانية مقاومة أو قريبة للمؤسسات العسكرية، ومع المؤسسات العسكرية تحية للجيش اللبناني، فلأجل هالموضوع لا حتى نقدر نعطي نحن تنويع أساسا. نعم. والتحية الكبرى رح تكون السبت إذا أنا راد الكبير للمؤسسة العسكرية ولكل المقاومين يلي سقطوا، كتحية لأرواح الشهداء يلي سقطوا بهيدا الوادي. اليوم بدنا نحكي شوي أنا وياك عن مهرجان وادي الحجير للسنة الرابعة على التوالي، شو اللي بيميزه؟ هيدا السنة نحن الشيء الإضافي عن السنين الماضية إنه في عنا الأمسية الأخيرة بخاطب المشهدية العسكرية اللي كانت عم تصير عندك، هلا نحن عم نترجمها فنيا بالتعاون مع الأجهزة الموجودة والفعاليات الموجودة بالمنطقة ومثل ما قلنا الجيش اللبناني. في عنا نحن إعادة محاكاة للواقع اللي صار، للنصر اللي صار، ونحن هلا بذكرى حابين نحن نفرجيه ونترجمه بقالب فني. عشان هيك الرسالة الأساسية لهذا المهرجان كنت عم أقول إنه هو الفن الهادف، بيهدف لأنه يترجم هو الأعمال، يخلدهم، يقدر يمنهجهم بطريقة للأجيال القادمة بقلب ذهونهم إنه هون نحن عملنا هيك وهيك وهيك. نعم. ابتدى المهرجان ب 9 آب و 10 آب ليومين، ولكن رح تستكملوا هذا المهرجان ب 17 نهار السبت. خبرني ب 9 و 10 شو كان فيه، ورح نحكي بعد شوي انا وياك شو رح يصير ب 17 كمان. عافية. 9 كان عندنا فرقة إنشادية، عنوان الأمسية كانت عين العرب. كرمال نجعل من فلسطين، من قضية فلسطين نرجع نبرزها. ابتدأ أول شيء بدنا
نضرب تحية لكل المشاركين من المعهد الوطني الكونسرفتوار ومن كشافة الإمام مهدي وكشافة الرسالة والمايسترو علي حسن وتدريب الكورال الأستاذ أسامة همداني. حقيقة كتير تعبوا ليأدبوا مقطوعات بمشاركة المنشد علي العطار، مقطوعات مختلفة من الدول العربية، وكانت الأمسية بعنوان عين العرب. صح. فنحن من الدول العربية اللي نحن أحييناها، والمقطوعات مثل سوريتي حبيبتي، سنصلي في القدس، فلسطين وسوريا ولبنان والعراق والدول المجاورة، نحن يعني دول العرب اللي موجودين، حبينا نرجع نسلط الضوء ونختم الأمسية بأنشودة لفلسطين، كلمات أخونا الشيخ حسين الأكرف. الأستاذ المنشد علي العطار أدى تحية، يعني حتى جانا عدنا الجمهور قد ما حب ما قبل ينزل الأستاذ علي إلا ما رجع عادة. فالجو كان هيك 9/10، كان عنا مسرحية كوميدية بعنوان سوالف، بتحكي الواقع اللبناني من الحرب الأهلية وصولا ل 2006 للنصر اللي صار. مثل ما عرفت نالت استحسان كتير كبير هالمسرحية. صح. رح يرجع يتم عرضها، رح يكون في مسرح متنقل وجوال بالمناطق لإعادة عرض هالمسرح. صح، في كذا بلدية، في كذا منطقة تواصلوا معنا لحتى نرجع نعمل عروضات إضافية لهالمسرحية. بتصور أكبر، يعني باختصار أكبر نجاح لها هي واقعيتها، قدرت تلمس يعني الجيل القديم من خلال الحرب الأهلية، وفي عدة رسائل هنيك ونحن بحاجة لهم بهالوقت كتير، وقدرت تأثنى على الجيل الجديد ب 2006 والجيل اللي كان موجود ب 2006 والجيل القادم إن شاء الله اللي جاهز لحتى يكمل هالمسيرة اللي نحن. قبل ما نوصل شو راح يصير نهار السبت إذا الله راد، يمكن كل هالأعمال اللي صارت بتسعة وعشرة كانت عم تحكي عن بطولات للمقاومة صارت تحديدا بوادي الحجير، راح نشوف سوا بعض المشاهد عن المهرجان ونرجع نتابع. فهذا الوادي كما وصفه السيد حسن نصر الله هو وادي السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد موسى الصدر، وادي كل هؤلاء الرجال الكبار والقادة العظام، وسيبقى وادي المقاومين والأبطال في وجه كل مغتصب لأرض لبنان المقدسة وأرض جنوب المقاومة. ونحن اليوم أمام نوع مختلف من المقاومة، إننا في حضرة المقاومة الفنية والثقافية التي تغني العقل والروح وتمثل خير تمثيل غنى لبنان وحضارة جنوبه وعراقة أبنائه. إلى القدس نعيد الحق نزيل الجرح، ميعاد الأمة آت بسنة الصبح. إلى القدس نعيد الحق نزيل الجرح، ميعاد الأمة آت بسنة الصبح. للصهيونية لن يبقي أثرا فوق الثرى، وشعوب العالم في الأقصى تترى حتى ترى. للصهيونية لن يبقي أثرا فوق الثرى، وشعوب العالم في الأقصى تترى حتى ترى. سنصلي في القدس، سنحقق أمنية الأقصى في أسرع وقت. سنصلي في القدس، سنحرر منبرع السامي من قيد الصمت. سنصلي في القدس، سنحقق أمنية الأقصى في أسرع وقت. سنصلي في القدس، سنحرر منبرع السامي من قيد الصمت. سنصلي في القدس. لا 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 لا
الشهداء وهناك الحرية تلقى السجناء وهناك سيجتمع الأب والأبناء والأم هناك لسيدة السعداء سنصلي في القدس نحن السر المكنون نحن شعوب البأس يا صهيونية قد صرنا لك عزرائيل سنصلي في القدس في أيدينا الفأس وبه لسنقطع يا أقصى تاريخ إسرائيل سنصلي في القدس نحن السر المكنون نحن شعوب البأس يا صهيونية قد صرنا يعني فعلا الاستاذ علي العطار بصوته كان في صلاه بهيدا النهار نقل الواقع باغنيه وبصوته فعلا يعني كانت الاجواء رائعه وهذا التفاعل اللي حكيت عنه من شوي انه اصر ويرجع يعيد ويضل يعيد يعني يمكن نحن كمان هون مشبعنا من الكلام اللي عم نسمعه يوم النصر احنا عم نحتفل انتم احتفلتوا فيه ونحن عم نحتفل فيه اليوم مباشره على الهواء معكم كمان بعرف انه نهار السبت بكره اذا الله راد ب 17 أب رح يكون في عمل مسرحي تحت عنوان عربة الرب هيدا العمل المسرحي شو رح يتضمن عن شو بيحكي مثل ما ذكرت من شوي هو إحياء لشهداء المقاومة يلي استشهدوا بوادي الحجر بداية لازم نبلش من الكلمة عربة الرب عربة الرب هي الترجمة العربية للكلمة العبرية مركافة اللي هي مفخرة الصنع الإسرائيلي اللي هن بيعتبروها يعني هن بعقيدتهم بيعتبروا انه هن عم يمشوا بعربية الله يعني هيدا العربية إلها حكاية بالوادي بقلب ال 33 يوم اللي صارت والوقت التسويق والترويج والتهويل انه هيدا الآلية هي خلص يعني مسيطرة هي بس تكون بقلب منطقة سقطت المنطقة نحن بقلب هالمنطقة اللي كانوا هن مفتخرين فيها هالمركافة حبينا نفرج قيمتها اللي هي فرنجان يعني صارت تحولت لخردة ونحاس وفي مشهد بديش أحرق البرنامج بس في مشهد بقلب هالأمسية حيكون كيف بتحول بمفهومنا بشعبنا نحن ببساطتنا بمقاومتنا كيف هيدي المركافة اللي هن بيفتخروا فيها كيف عن جد تحولت لخردة يعني هيدا عمليا حتترجم على المسرح وفي مفاجأة كتير كبيرة بالتحول اللي حيصير بحب ضيف انه في مؤثرات عسكرية حية حتكون موجودة فكمان يعني بينصح انه الولاد صغار ما يكونوا موجودين ما ينقذوا كتير ابتداء من اي عمر مسموح مشاهدة هالعرض؟ يعني يستحسن فوق الثمان سنين يعني نعم. كرمال ما ينقذوا من المؤثرات العسكرية اللي حتكون موجودة اي ساعة رح يبدأ العرض المسرحي؟ نحن منبلش الساعة 9 ان شاء الله للساعة 11 تقريبا من بطولة مين واخراج مين؟ اخراج ماجد صغيب وكتابة الاستاذ حسن عبد الساتر نعم. بطولة الفنان القدير حسام الصباح الفنان القدير وفاء شرارة مجدي مشموشي فادي أبي سمرة أيضا رح يكون موجود معكم عفوا فادي أبي سمرة هشام سليمان هشام بو سليمان صح نعم بعد في حدا وفي محمد مقدم عم يساعدنا كمان تحية له كمان بالكواليس وبالإخراج وبال يعني على الأرض نعم يعني الكل مدعو حتى يحضر هذا العرض المسرحي ابتداء من عمر خلينا نقول 10 سنين وما فوق هيك افضل ان في مؤثرات صوتيه ممكن صح. تكون فعليه مش بس صوتيه يعني نعم. في اشياء واقعيه حتصير مش بس كتمثيل يعني نعم خلينا نحكي شوي كمان عن هيدا النهار بدهم يحجزوا اماكنهم مسبقا بطاقات دخول للمشاهدة العرض في بطاقات رمزيه بتبلش من 10 دولار تقريبا ما بتتجاوز 30 دولار اغلى تيكت يعني بتحكي انه بالمنطقه الامنيه كيف بيحجزوا التيكت تبعهم؟ عبر الرقم التليفون اللي موجود على المهرجان فينا نعطي رقم التليفون 81 80 80 26 نعم في كمان صفحة على الفيسبوك عنا حجير فاستيفال نحن بحب ارجع اذكر على الصفحة الخاصة في بالانجلش حجير H U J E I R فاستيفال او بس مهرجان وادي الحجر بالعربي دغري بتبين
بحب شير انه نحن هيدي رابع سنه، عمليا نحن كل سنه في عنا ثلاث امسيات، يعني اذا بدك تقيسيها نحن مقاطعين تسعة ليالي وعنا هالليلتين هالسنه قطعناهم في الليله الاخيره. كتجربه جديده وحقيقه الاتحاد ممثله بالحاج علي الزين كمان بالمنطقه، فعاليات المنطقه كثير المحميه، كل العالم كل اهل المنطقه في 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 جو حاضن لها بشكل ما طبيعي. والانجاز الاكبر كيف فاتت على قلوب الناس هنيك، نحن صح انه رابع سنه وبنطمح انه بالسنين القادمه حتى نقدر نصدر هالتجربه للدول العربيه مثل ما نحن بلشنا باول امسيات بعين العرب. حابين نحن كمان نقدر نصدر هيك اعمال وهيك مشاركات، وصار في تواصل وممكن يصير في تعاون من عده جهات من عده مناطق بقلب لبنان وبرات لبنان. فاول شيء هاي ثاني سنه فخامه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون نتشرف برعايته، وفي ما شفنا كمان بالريبورتاج اللي حضرناه كمان عن المهرجان كان ممثل بالنائب شامل روكوس. صح، فكمان نحن تحية له، حضوره كان جدا ملفت والحكي اللي حكاه عن جد دقر أهل المنطقة ورمزية المنطقة. نحن بنحب نقول أنه هيدا المكان اللي نحن عن جد عم نشتغل ليل ونهار فنيا فيه لإحيائه حتى سياحيا، المحمية اللي موجودة هناك تعتبر من أكبر المحميات اللي موجودين بلبنان، فيها مساحتها محمية طولها هي 11 كيلومتر. نعم. إضافة أنه بداخلها في قلعة أثرية اسمها قلعة دبي. صح، القلعة اللي هي بتصور طولها تقريبا كمان شيء 800 متر او هيك شيء كبير، يعني القلعه ضخمه عده طوابق. نحن هالمكان حتى يعني هي صح محميه بس محميه شعبيه، في تفاعل بين الناس والقرى، عندك تقريبا فوق ال 14 ضيعه موجوده بقلب يعني المحميه بتمتد بمكان كثير واسع، مكان كثير جدا يعني مش مدقور، مكان جميل جدا. فنحن حابين انه فنيا نجمع العالم بقلب هالمحمية، ونحن ملاحظة انه المهرجان بقلب احدى المطاحن الاثرية اللي موجودة بقلب هالمكان، من قيم المهرجان فيها كل سنة. والعمل المسرحي كمان رح يكون العمل المسرحي هو open theater، يعني بالفلق بالهواء الطلق. فالجبل يعني مطرح ما عن جد تفجر الدبابة حيتفجر الدبابة. المحاكاة للواقع درجة كتير كبيرة، يعني في 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 شيء كثير حلو حيكون ان شاء الله السبت. عمل ضخم بانتظار الكل اذا الله راد نهار السبت ب 17 اب بوادي الحجير، الكل مدعو ابتداء من الساعه 8 حتى يحضر هذا العمل. صح. المسرحي رح يستمر العمل يمكن لغايه ساعتين من الوقت مش اكثر، ففي حال حابين يحجزوا اماكنهم يتصلوا على 8180826 او يفوتوا على الصفحه الخاصه فيكم على الفيسبوك حجير فيستيفال، وهيك بيقدروا يتواصلوا كمان معكم. اهلا وسهلا فيك جد شاهين مدير التسويق بمهرجان وادي الحجير، يعطيكم الف عافيه وتحياتنا لكل اهالي هالمنطقه. يا هلا. شكرا مشاهدينا، ما رح نبعد نحن وياكم كثير عن اجواء المسرح، رح نضل بهالاجواء تنروح نتابع ريبورت عن اطلاق مهرجان المسرح برعايه وحضور وزير الثقافه محمد داوود. أهل المسرح، السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم في وزارتكم. نلتقي اليوم لإطلاق الدورة الثانية للمهرجان لبنان الوطني للمسرح نهاية تشرين الثاني 2019، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح. السيدات والسادة، تعرفون جميعا أهمية الدور الذي احتله فن المسرح منذ غابر الزمن وإلى اليوم في إبراز خصائص الشعوب حضاريا وفكريا، خاصة وأن هذا الفن قادر على استيعاب كل الفنون من تشخيص وأداء ونصوص وغناء وموسيقى ورسوم، ومن قدرته العالية على إيصال طروحات فكرية إنسانية فلسفية
بصيغ درامية أو هزلية ضاحكة وسواها. إننا ملتزمون بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح في إنجاح الدورة الثانية لمهرجان المسرح، وإننا في هذا الإطار شكلنا لجنة عليا للمهرجان مؤلفة من الدكتور علي الصمد مدير عام الشؤون الثقافية رئيسا، الأستاذ عبيد باشا أمين السر، الدكتور فايق حميصي، النقيب جهاد الأطرش، النقيب نعمي بدوي، الدكتور نقولة دانيال، الأستاذ بديع أبو شكرة. أما مدير المهرجان في دورته الثانية فهو المسرحي الأستاذ نقولة دانيال. وبالمناسبة نتوجه بالشكر والتقدير للفنان رفيق علي أحمد مدير المهرجان بدورته الأولى على الجهود التي بذلها في خدمة المسرح. السيدات والسادة، إننا في لبنان معنيون بشكل خاص بالشأن المسرحي، وللبنان كما تعرفون تاريخ طويل وعريق في إنشاء المسرح العربي مع مارون النقاش تأسيسا، ثم لاحقا في وضع الأسس الحديثة للمسرح المعاصر انطلاقا مع نهضة فترة الستينيات اللبنانية الذي قام بها مخرجون وكتاب وممثلون بفضل مدرسة المسرح الحديث ولجنة مهرجانات بعلبكت الدولية. تنظم الدورة الثانية للمهرجان في فترة ما بين 16 تشرين الثاني و 24 تشرين الثاني 2019 وفي مسرح المدينة، وتتضمن هذه الدورة عروضا مسرحية بالإضافة إلى جلسات نقدية. يحدد عدد الأعمال المسرحية المؤهلة للمرحلة النهائية والمشاركة في مهرجان لبنان الوطني للمسرح في 10 أعمال مسرحية كحد أعلى. الجديد هذه السنة هو إدارة المهرجان ستدعم إنتاج الأعمال المسرحية المتأهلة للمشاركة في المهرجان، وذلك بمبلغ نقدي 2000 دولار لكل عمل مسرحي تأهل وسيشارك في المهرجان. الأعمال التي ستشارك في المهرجان ستعلن بفترة لاحقة، ونحن ندعو جميع المسرحيين والمخرجين والكتاب أن يتقدموا بطلب مشاركتهم للمهرجان في قلم المديرية العامة للشؤون الثقافية. الطلب موجود في ديوان المديرية، ونطلب من الجميع، نتمنى من الجميع أن يقوم بتعبئة الاستمارة للمشاركة بالمهرجان. بدي أشكر الجميع على ثقتهم أنه سموني أنا بهالدورة هيدي مدير للمهرجان. طبعا العبء بده يكون تقيل، لأنه أنا جاي بعد الأستاذ رفيق علي أحمد زميلنا اللي كان هو البداية والانطلاقة والمؤسس، يعني نعتبر أنه أنا عم بلش مش من صفر. مشكور ويعطي العافية، وحضوره معنا دايما بيشرفنا وبيزيدنا قوي. المهمة هيدي طبعا بمساعدة الزملاء راح تكون أيسر، راح تضل على صعوبتها. إنما بيسعدني وبيشرفني أنه بشتغل بمهرجان المسرح، وأني ضحي فيه، وأني يكون سهران عليه حتى يكون ناجح ويستمر بنجاحه اللي بدأه بالسنة الماضية. مهرجان وطني في يوم المسرح العالمي، حنتعاون مع وزارة الثقافة مع الأعمال اللي حتى تنجز، وأكيد يعني حيكون مفتوح للمحلي ولا على المستوى الوطني. وعندنا كتير من المسارح المجهزة يعني بشكل تقني ومهني موجودين بصيدا، وعندنا أماكن ممكن تستقبل كمان المسرحيات داخل المدينة القديمة، إن كان خان الفرنج أو المراكز الثانية. عندنا 4 مسارح يعني بروفيشنال بالموضوع. هنتعاون مع الوزارة وهي فتحة للجميع. نحن والفنانين ما في أبدا ما في مشاكل، ما في خلاف. هن بيعرفوا الفنانين قد ايه إمكانيات الوزارة، ونحن هذه الإمكانيات موضوعة بتصرفهم بكل الوقت. نتأمل نحن ونسعى نحن والفنانين، نحن نعتبر الوزارة وهالفنانين هن بيت واحد، هن فريق واحد. نحن والفنانين بدنا نسعى
تحسين هذه الأوضاع، نعم هذا جزء من أهدافنا. بده تكاتف الجميع أكيد، ولما نقعد نسب العدل كل واحد منا يدور شمعة. تابعين نحن وياكم مشاهدينا، وهلا بقى نحكي عن الاولمبياد العالمي للروبوت. هيدي المسابقه يلي بتصير سنويا وبتنظمها مؤسسه مايند باور برعايه وزاره التربيه وبالاشتراك مع جامعه اللويزه. وضمت هيدي المسابقه للسنه 40 مدرسه ونادي من مختلف الاراضي اللبنانيه. الفائزين بهيدي المسابقه موجودين معي هون بالاستوديو، باتريك سميحه ونسرين باكاياف اللي شاركوا عن الفئه العمريه الثانويه تحديدا من مدرسه سان جوزيف، وعلي وهبي اللي هو تلميذ نادي الروبوت باتحاد بلدية جبل عامل ومشارك عن الفئة العمرية الابتدائية. طبعا رح نحكي عن احنا وياهم هلا بعد شوي عن اسامي الفرق تبعولهم وشو اختاروا من اسامي، ولكن ايضا بترفقهم جيني شمالي الممثلة عن الاولمبياد العالمي للروبوت بلبنان. صباح الخير واهلا وسهلا. اول شيء الف مبروك لكم. جيني، بالبداية خلينا نحن وياك نحكي عن الاولمبياد العالمي للروبوت، تعريفه شو هو لكل الاشخاص بعد ما بيعرفوا. اوكي، اول شيء WRO يلي هو الاولمبياد هي مسابقه عالميه كل سنه بيستضيفها بلد، بينظمها اكثر من 70 بلد بالعالم، واكيد الاشخاص الفرق يلي بتربح هي بتسافر على المسابقه العالميه. نحن بلبنان نظمناها ب 28 تموز بالبلاتيا بجوني برعايه جوني سمارت سيتيز. اكيد بنشكر الشيخ جوان يلي قدم لنا اللوكيشن يلي ساهم كثير بنجاح المسابقه، واكيد كان مطلوب من التلاميذ يكونوا عم يصمموا روبوت يكون عم يعمل مجموعة مهمات بمجال الروبوتكس والبرمجة. وكان عندنا فئة للمشاريع ضمن المحور يلي هو كان المدن الذكية. وكان عندنا يعني تلاميذ تفوقوا بهالمجال، وكان عندنا وفد من لبنان كناية عن 6 فرق رح تشارك إذا قال راد بالإنترناشنال اللي رح تصير بشهر 20. مظبوط، إذا قال راد بين 8 ل 10 تشرين الثاني. خلينا نحكي شوي بس عن الطلاب اللي شاركوا، كم طالب شارك بهيدي المسابقة للسنة وكم فريق كان فيه؟ كان في 40 فريق من لبنان، وهي كل فريق فيهم يكونوا من شخصين لثلاثة بكل فريق. واكيد كان في عنا من مختلف التمثيل من مختلف المدارس، ان كان حكام وان كان مدربين. نعم، بتذكر انه هذا الحدث كان برعايه وزاره التربيه والتعليم العالي. بالبدايه الف مبروك لكم صبايا وشباب. باتريك سميحه ونسرين باكاياف، انتم كان في عندكم فريق حمل عنوان سايبوكس، هيدا الفريق كنتوا عم بتشاركوا فيه عن الفئه العمريه الثانويه، خبروني شوي بالبدايه شو اخترتوا من موضوع، شو كان موضوعكم وشو صممتوا؟ فنحن المشن هالسنه بـ WRO كان ثيم سمارت سيتيز، والسينيور كاتيجوري كان المدينه الذكيه. نعم، كانت سمارت نتورك يعني عن الانترنت. فنحن كنا لازم نعمل ديزاين لروبوت يمشي ويعمل مشن، يعمل مهمه معينه. لازم يحمل مثل بلوكات معمولين من ليجو يحطهم بمكان مناسب باتجاه معين، وكل راوند هن بالكومبيتيشن بكون في كذا راوند، وكل راوند كان كل مره شيء كان راندوم، فكان لازم الروبوت يعرف كل مره وين يحطهم. اوكي، فهالسنه كانت كمان كثير صعبه، كان عندنا كذا كرايتيريا لازم نتبع عليهم، ومشان هيك كان بتساعد المشن اكثر واكثر. باتريك، انت ونسرين شاركتوا سوا، يعني فريقكم مؤلف من شخصين بس، ما كنتوا بحاجه لشخص ثالث معكم؟ انه ما هي فكره انه واحد بروجرامينج وواحد بيركب هاردوير، فنحن اشتغلنا مع بعض وعرواق فهيك نجحت معنا. نعم، ليش اخترتوا تحديدا السمارت سيتي انكم تشتغلوا عليها، المدينه الذكيه؟ شو الهدف من وراها وشو كان شو كنتوا عم بتشوفوا على الارض من مشاكل يمكن حبيتوا تلاقوا لها حل؟ فهالسنه ال WRO هن حطوا علينا انه سمارت سيتيز. نعم، بس شو قصدك حطوا عليكم؟ يعني هن طلبوا منا انه سمارت سيتيز. اوكي، فهن
نحن نسين الكاتيجوري انه كانت سمارت نتورك. لازم بالمستقبل يصيروا المكانات هن يجوا انه يعملوا اعمال الاشخاص. نعم. فبدل ما شخص يروح هو يعمل كونكشنز تبع الانترنت، الروبوت لحاله هو بيجي بيركب هول الكونكشنز. قد ايه اخذ معكم وقت تركيب الروبوت طبعا حتى تقدروا كمان تعملوا دراسه مسبقه حتى تنفذوا هيدا العمل؟ قد ايه اخذ وقت؟ كثير، اشهر، لنظبط الروبوت ولناكد انه شكل الروبوت مزبوط وكل شيء بيعمل. نعم. اشهر كثير. مين ساعدكم بالتحضيرات؟ الاساتذه المسؤولين عن هيدا الاولمبياد يمكن، او في حدا مختص كان يمكن عم يشرف على كل خطوه عم تقوموا فيها؟ اكيد المدرسه عملت شيء اسمه روبوتكس كلوب، فانا وباتريك فتنا عليه باول السنه. كان في عنا كوتش اسمه سمير ابو حيدر، هو ساعدنا ورفقنا بكل هيدا، ضحى بوقته كمان. نعم. اكيد. وكمان مس جيزال يمين هي ساعدتنا كمان تنظم الاوقات وفتحوا لنا ابواب المدرسه بالصيفيه كمان نشتغل. نعم. اعماركم 16 سنه باتريك ونسرين، فريق سايبوكس اللي نتامل انه المشاركه تبعكم بهنغاريا تنال استحسان عند اللجنه العالميه تحديدا، ونحن ناطرين كمان ترجعوا لنا بنتائج مبهره وحلوه. علي وهبه تلميذ بنادي الرباط باتحاد بلدية جبل عامل ومشارك عن الفئة العمرية الابتدائية بعمر 13 سنة، سميت فريقك سترونج روبوت. إيه. كم شخص أنتم بالفريق؟ نحن 3 أشخاص. أوكي، شو اخترتوا؟ موضوع؟ الموضوع هو كان عن بطولة WRO اللي هي لازم الروبوت يعني لينقل بال من مكان لمكان. طبعا كان اكتر شيء عم يضيق علينا هو الوقت، لانه لو معنا بس دقيقتين وكان في كتير بالب والخريطه كبيره شوي حتى يقدر يروح من مكان لمكان، وكمان كان في حواجز بنص الطريق. شو مهمه الروبوت تبعكم كانت؟ هاي المهمه انه ينقل شو؟ ينقل بالبز هن يعني مصممين من لوج من ليجو. اوكي. تحطهم وين؟ في مكان مناسب لهم، لازم يحطهم حسب اللون. يعني هيدا الروبو هو حتى يساعد يمكن بمهام بكره بالحياه اليوميه اللي نحن عم نعيشها، هيك بنكون عم نخفف على حالنا تعب بس مين عم يشتغل عنا؟ صح؟ صح. رفقاتك مين اللي معك بالفريق؟ هن اثنين، في حسام بطعام وريان صولي. اوكي. هن كانوا ديزاينر، كانوا معي بالفريق، هن اكثر شيء كانوا ديزاينر وانا كنت ميل اكثر للبروجرامينج. كان هدف انه اعمل بروجرام حتى نقدر نحل هاي الميشن بطريقه دقيقه والوقت المناسب. يعني يعطيكم الف عافيه، احنا فخورين فيكم اولاد بهالعمر وصبايا وشباب كمان ما تزعلوا، عم تقدروا تعطوا نتيجه هالقد مبهره هالقد يمكن الفئه العمريه اللي بيعمركم تحديدا عم تنظر لغير اتجاه، عم تبعدوا شوي عن عالم العلم، عم بتروح اكثر بمواضيع بتتعلق بالالعاب الالكترونيه اكثر، عم بتشط يمكن عن المواضيع اللي لازم نعطي اولويه واهتمام اكبر لها. هون دوركم كمان على جيمي شمالي كممثل يعني الاولمبياد العالمي للروبوت بلبنان، اليوم وين لبنان تحديدا بمجال الروبوتوكس قدام البلدان الاخرى؟ يعني لبنان برغم صغره على طول بيعطي بصمه، بحط بصمه مطرح ما بيكون. نحن WRO تعتبر من اصعب المهمات واصعب المنافسات بالعالم، وقدرنا السنه الماضيه نحقق انجازات. كان عندنا فرق كمان من سان جوزيف ومن من مدارس ثانيه من الايكول المان قدروا انه يحققوا نتائج. نعم. ومش بس بالWRO، في مسابقات ثانيه عم يشترك فيها لبنان وعم يحقق المراكز الاولى. نعم. بس اكيد التكنولوجيا بعدها محصوره بمدارس معينه، وما عم يكون في فرص لكل التلاميذ بكل المدارس يقدروا يكتشفوا، يمكن يكونوا هن عندهم هالشغف وهالقدره مثل ما التلاميذ يلي مدارسهم عم تعطيهم هذا المجال للتفوق والتميز. فنحن هون دورنا عم يكون انه قد ما فينا نوصل هالتكنولوجيا للمدارس، ونحاول نساعدهم من خلال ورش تدريبيه للاساتذه. والسنه الجايه اذا الله رد ب WRO رح نخلق فرصه للمدارس يلي مبتدئه
انه يكون عندها حتى لو مستوى بعده مستوى تبعها منه متقدم تكون عم بتشارك بالمسابقه الوطنيه طيب. اللي شو قصدك بالمدارس المبتدئه اللي ما فيها تشارك ومين يعني المدارس اللي بحق لها تشارك؟ كل المدارس بحق لها تشارك، بس في مدارس بعد عندها هل ما عندها القدره انه تشارك بمسابقات هالقد على مستوى عالي، فبضل عندهم خوف انه يكونوا عم يفشلوا. هل في مواد معينه اللي المفروض تكون موجوده بالمدرسه اضافيه لهالطلاب حتى يشاركوا بهيك مسابقات؟ اكيد اكيد. مثل شو؟ الروبوتكس هو البرمجه والروبوتكس، بس هذه مش موجوده بكل المدارس 100% 100%. يعني مشان هيك بيتم اختيار المدارس اللي لازم تشارك. مزبوط، بس نحن عم نحاول نفوتها بالمدارس، فعم نساعد قد ما فينا بورش تدريبيه، وقدرنا كمان نفوتها بمدارس رسميه السنه الماضيه بست مدارس، وهالسنه كمان كان عندهم نجاح في مدرسه رسميه هالسنه، مدرسه ثانويه الصباح راح تسافر معنا على الانترناشونال. هي اول ثانويه يمكن بتكون السنه الماضيه كمان جميل رواس الرسميه سافرت معنا. نعم، فعم بيحققوا قد نجاحات يعني مبهره للتلاميذ. على شو راح يحصل للمتسابقين من جوائز؟ اكيد بلبنان عم نعطيهم فرصه التاهل للعالميه، اوكي، يلي الكل بيطمح لها، يعني خاصه بالبلدان الثانيه بنشوف العالم من سنه لسنه عم بيقدروا عم بيحاولوا انه يتاهلوا، فهن صار عندهم هالفرصه ما لازم يضيعوها من ايديهم، ويكونوا عم بيرفعوا لنا اسم مدارسهم واسم لبنان، وبنفس الوقت 100% هن عقد المسؤوليه. وهنيك بالانترناشونال اكيد تفتح لهم مجالات كثير واسعه، خصوصا معنويه اكثر من ماديه، وراح يكون بينفتح لهم فرص عمل بشرك مهمه ومتابعه من الانترناشونال. باتريك ونسرين، كيف عم تتحضروا للمسابقه العالميه للروبوت اللي راح تصير بين 8 و10 تشرين الثاني؟ هلا نحن بالمدرسه عم بيفتحوا لنا البواب يعني كل جمعه تقريبا. هلا الروبوت تبعنا اللي عملناه بلبنان بده تعديل، يعني هو قصه وقت. شو ناقصه بعد؟ هي بدها شيء نلقط شغلتين بفرد مره، مثل ما قال انه بدها دقيقتين بس اوكي تخلص المشن، فبدها تعديل هاردوير وبروجرامينج كمان. مين عم بيساعدكم حتى تقوموا بهالتعديلات؟ الكوتش اكيد، والمدرسه عم تدعمنا. قد ايه بعد بده وقت حتى يتم تعديل الروبوت تبعكم؟ بده وقت، يعني من هلا لتشرين تكونوا صرتوا ريدي اكيد مفروض. طيب بالنسبه لكم شو كان سبب النجاح يلي حققتوه؟ هلا بالرغم من الستريس بالكومبيتيشن هول كومبيتيشن، انا وباتريك انه قدرنا نكون رايقين ونضحك مع بعض تنقدر نواجه الصعوبات، لانه نحن بالكومبيتيشن بدنا نعمر روبو من الاول، فاذا شيء غلط صار معنا لازم نعرف وين نظبطه، اكيد لازم يعني هو بيركز اكثر على التعمير وانا بركز اكثر على البرمجه. علي بعرف كمان انه في حدا عم بيساعدكم، حدا واقف حدكم عم بيدعمكم، بتروح شوي على البيت، قد ايه بتتمرن بالبيت؟ قد ايه بتعمل ريسيرش بالبيت؟ اهلك شو بيقولوا لك؟ بيوقفوا حدك؟ بيساعدوك؟ فاتحين لك المجال لحتى يكون عندك هالقد المام بهيدا العالم، وبنفس الوقت فاتحين لك المجال لحتى تعمل ريسيرش يمكن اجوجو بدون ما حدا يقول لك لا خلص ستوب ممنوع؟ اكيد بتشكر اهلي عشان هن دائما واقفين حدا، على طول هن بيشجعوني، وبالبيت على طول يعني بعمل ريسيرش، على طول بشوف اشياء حتى تقدر تساعدني، مثل اكسبيرينس باخذ اكسبيرينس عشان اقدر انفذها بعدين واخذها معي على بطول ونقدر نحقق فيها شيء. نعم، انت من قبل كنت تحلم بهيك مشروع، عندك المام بهيدا العالم بعالم التكنولوجيا تحديدا؟ انا كنت كثير حب الروبوت وهيك اشعر بالروبوت، حتى كنت احضر عنهم فيديوهات قبل ما افوت بهذا المجال، وبس طرحوا عنا هذا المجال كثير حبيت الفكره وسجلت بهذا النادي. نعم، وبالمدرسه لما خبروك انه في مشاركه بالاولمبياد تشجعت اكيد؟ ايه اكيد. وانت شجعت رفقاتك؟ ايه شجعت رفقاتي كلهم اكيد. شو بتقول لهم اليوم الاشخاص اللي بعد هيك عندهم خوف او ما بيعرفوا شو يعني عالم الروبوت، شو بتقول لهم؟ بشجعهم لحتى يفوتوا بهذا المجال، لانه مجال كثير حلو وممكن بعدين يصير مجال عمل للواحد.
شو ناطر من بعد ما ترجع من هنغاريا؟ ناطر انك تحصل على مرتبه اولى، مرتبه ثانيه، شو مستنظر؟ اكيد بنطمح حتى نكون من بين الاوائل. وهلا يعني نحن هلا عم نحضر للروبوت، اكيد بلشنا بالديزاين وبدنا نحضر عشان يكون اسرع الروبوت، بدنا نخلص المشن بوقت اسرع، وعم نحط كمان للسربرايز. يعني بس ناقصه بعد هيك شويه سرعه زياده مش اكثر، وبيجهز بتكون المشروع، بكون المشروع جاهز لحتى تنطلقوا اذا الله راد على هنغاريا ب 8 و 10 تشرين الثاني. باتريك ونسرين، شو طموحاتكم للمستقبل؟ شو بتفكروا بالمستقبل تتخصصوا؟ انا مفكر اعمل ميكاترونكس يعني بهذا المجال. حاطط المشروع من هلا قدامك. نسرين؟ انا اكيد شيء فيزيكس او ميكانيكال انجينيرينج. يعني الله يوفقكم ويعطيكم هيك حسب نواياكم مثل ما بيقولوا. بعرف انه الطلاب بهالعمر بيكون في عندهم قدره كثير كبيره حتى يبرزوا الطاقات والمواهب المدفونه اللي فيهم، وانتم اليوم كمان جميعا بتساعدوهم اكثر واكثر حتى هيك مثل ما بيقولوا يفجروا طاقاتهم ان شاء الله. اليوم ب 8 و10 خبرني شوي عن الانطلاق بالنسبه لهيدا المسابقه، التحضيرات اللي عم بتصير، كيف عم بتنظموا معهم ومع هنغاريا؟ أكيد هلأ صرنا عم نتواصل مع كل الفايزين يلي هن مش قليل، يعني هالسنة إذا الله راد رح نسفر المركز الأول والمركز الثاني. وكم فريق رح يسافر؟ يعني رح يسافروا إذا الله راد 7 فرق من لبنان. صار عنا يعني مجال أكتر أنه نكون عم نتفوق برا ضمن الفرق اللي رح تكون موجودة. وأكيد هلأ بلشنا الحجوزات والتنسيق بين المدارس، وأهم شيء عنا أنه نكون عم نعمل ايفالويشن لشغلهم. تنضل نحرص انه تضلوا مواكبينهم 100% انه يكونوا على الليفل يلي اللي بلشوا فيه ويكملوا للاخر. طيب كيف عم بيتم التنسيق مع مدارسهم؟ بنعرف انه كمان كثير اكثر من المدارس بتبدا بايلول. 100% هي بلش المشروع لانه القواعد تبع ال WRO بيعلنوها الاورجنايزر بشهر كانون. ومن كانون ببلشوا المدارس بيقدروا يبلشوا يحضروا للمسابقة، وكان في تواصل من وقتها، وهم يضلوا مكملين بالصيفية عم يتمرنوا تا اشتركوا بالمسابقة. وأكيد هلأ ناطرين لتفتح المدرسة لنرجع نتابع مع ال، ولكن رح يروح عليهم يمكن اسبوع من العام الدراسي، من بدايه العام الدراسي ولا لا؟ لا هي بتشرين بتنعمل السفره بتكون بالويك اند. بالويك اند فقط؟ 100% هن ما رح يسافروا مسبقا قبل بوقت؟ لا هلا بيحضروا هون بلبنان وبيسافروا 7 الشهر بيكونوا بهنغاريا. 100% هي 3 ايام المسابقه. عظيم، هيك كل توفيق لكم باتريك نسرين وعلي. باتريك سماحه ونسرين باكاياف مشاركين عن الفئه العمريه الثانويه لمدرسه سان جوزيف ب عن فريق ساي بوكس. واهلا وسهلا فيك علي وهبي، تلميذ من نادي الرباط باتحاد بلديه جبل عامل، مشارك عن الفئه العمريه الابتدائيه وفريقك اسمه سترونج روبوت. طبعا بدي اشكرك جني شمالي الممثله على الاولمبياد العالمي للروبوت بلبنان. بدي اذكر كل الاشخاص فيهم يفوتوا على دبليو ار او لبنان بيج حتى يتابعوا كل التفاصيل، او يتصلوا فيكم على 03-07-53-09 هيك كمان في يحجزوا اماكنهم، او حتى المدارس اللي حابه كمان يكون في عندها المام اكثر بهيدا الموضوع، او حابه تدخل هيدي الماده ماده اضافيه واساسيه تكون للطلاب بمدارسها كمان يتواصلوا معكم. يا هلا شرفتونا. اهلا وسهلا. مشاهدينا رح نروح لفاصل اعلاني وبرجع. نحن وياكم نتابع مشاهدينا لحتى نوصل لختام حلقتنا. مشروع عم برسمك يا حلم يا لبنان انطلق من فترة، كنا عم نسمع فيه بأسماء سياسيين إعلاميين ونجوم غيرهم مشاركين بهالمشروع، اليوم وصل كمان لحتى يتوج بسهرة وبمعرض فني بينطلق فيه كل الأعمال الفنية اللي شاركت واللوحات اللي رسموها. أكيد عرب هالعمل ضيفنا لحتى نحكي أكثر عن مشروع عم برسمك يا حلم يا لبنان، الفنان التشكيلي الرسام يونس كجوك. صباح الخير. صباح الخير شادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يونس. دايما المشاريع يلي عم نحكي فيها بتجمع ما بين الثقافة الفن التشكيلي وما بين الموضوع الاجتماعي والهادف أيضا، قد هيدي شغلة مهمة وقد هيدا الإيمان الراسخ بهدف الفن يلي بغير وقادر يغير كمان؟ شوف يمكن هيدي ثالث تجربة جماعية مع بهذا المجال الفني بلبنان. نعم.
كانت اول تجربتين سنه ال 17 و 18 مع سيمبوزيوم سرطان الاطفال ومستشفى جعيتي ودكتور بيتر نون، وحبيت جرب هالتجربه الجديده مع السياسيين والاعلاميين بشكل احترافي اكثر. السقافه الفنيه شوي ضعيفه بلبنان، وبيعود سببها لعدم اثراء واغناء هيدا الموضوع بالمدارس الرسميه. يعني ما في عنا سقافه فنيه بالبدايات مع الاطفال بالمدارس شادي، وهيدي للاسف يعني مشكله بتسبب مشكله بالمجتمع، وبنلاقي ترسباتها ونتائجها بالحاله الاجتماعيه اللي عم نشوفها على الطرقات بلبنان. فبنظري وحسب تجربتي من بعد كثير مهام انسانيه مع اللاجئين، مع العراقيين، مع الفلسطينيين، مع الاطفال المرضى بالسرطان، فباستطاعتك تعمل انتاج وتعمل ابداع مع هالشخصيات لحتى تفرجي صورة حلوة للمجتمع عندك رغم الصعوبات. نعم، إذا بتحكي عن هذا المشروع عم برسمك يا حلم يا لبنان، خبرني شو الفريد فيه وشو الجديد يلي ضفته بهالنسخة من هيدا سيمبوزيوم برسم الحي مع نجوم بعالم السياسة الإعلام وغيرهم، كيف منعرف على هذا المشروع؟ المشروع هو انه السياسي نعرف انه في شوية ملامة من الشعب على السياسيين. نعم. بس السياسي كمان هو انسان. بعطي مثل صغير، رغم قوتها وعظمتها امريكا، كان عندها رئيس اسمه جورج دبليو بوش. جورج دبليو بوش هو رئيس امريكا حاليا. جورج دبليو بوش بيرسم وبيعمل معارض وبيبيع لوحات، فكمان السياسي هو انسان. هل فينا نستكشف الجوهر الانساني عنده؟ كيف؟ باي طريقه من الطرق؟ اذا هو معمل يقدر يوصل او يوصل فكرته السياسيه مباشره للناس؟ هل عنده فكره فنيه في يوصل الثقافه او النظره الاجتماعيه تاعته للمجتمع؟ هون قلت انا انه لازم نعمل حركه جديده او فكره جديده بمناسبه عيد الجيش وتكريما لعيد الجيش اللبناني، انه نفرجيهم كيف هالسياسي بيرسم لبنان، كيف بيحلم لبنان. وكان هون في عندي تجربه كثير حلوه، انه في مبدعين وفي كلام انساني كثير كبير مع السياسيين والوزراء اللي كيف كان التفاعل مع هيدا الفكره لما عملت الابروتش، لما تقربت منهم وخبرتهم، وخاصه انه يمكن الاكثريه يمكن ما عندهم علم بالرسم او ما بيرسموا؟ نعم. كيف تجاوبوا معك؟ كانت الفكره كثير كثير حلوه وكثير تفاجئوا فيها وانبسطوا فيها. في عندي فنان، في عندي فنان وفي عندي خطاط. الفنان هو دولة نائب رئيس الحكومة غسان حصباني. نعم. فقال لي انه نحن عمالين نشتغل بطريقة جديدة، وشجعتني على امسك الريشة الكبيرة كمان. هون دولة الرئيس حصباني بنقول له صباح الخير كمان. عم شوف حق حال مقتطفات كمان فيديو من المشاركين. صحيح، من المشاركين. نعم. كمان بوجه لها تحية كتير كبيرة لمدام لور سليمان اللي كانت العرابة المجهولة للمشروع. وبلشنا فيه مع مدام لور سليمان مديرة الوكالة الوطنية للإعلام. هون كمان مدير المشروع ورفق ميحا عمال يرسم لوحته. فعملية الرسم كان في تجاوب كتير كبير، حتى يعني احد النواب طلب مني انه يا ريت الرئيس بري بيعمل لهم جلسه هيك من مره لمره رسم لحتى يخففوا هالضغط وهالشحن اللي هن متعرضين له بالمجلس النيابي. نعم، يعني هو كمان وزير السياحه فيديس جدانيون. هذا المشروع يونس يعني اكيد بضيف لكل الاشخاص يلي شاركوا فيه، بس انت على صعيد الشخصي شو بيعطيك هيك نوع من مشاريع؟ شو بضيف لعملك الفني بالفن التشكيلي؟ بيعطيني بصمه جديده بمشروع عملي مع الجيش، مع لبنان، مع التربية الفنية والثقافة الفنية بلبنان شادي، لأنه نحن بحاجة لها. نحن بحاجة ل ونستحق أنه يكون عندنا ثقافة فنية بلبنان. باستقلال لبنان أو بإعلان لبنان الكبير 1929 كان عدد سكان لبنان 1,250,000 مواطن لبناني. نحن عندنا حاليا حوالي 4-5 مليون لبناني، بالإضافة ل اللاجئين والمهاجرين اللي موجودين بلبنان. ففي عنا كثافة سكانية كتير كبيرة، وفي عنا ضغوط اجتماعية كتير كبيرة. إذا بنستعملها شوي بطريقة فنية، إذا بنستغل الأمور بطريقة فنية وأدبية، بتتغير كثير مفاهيمنا. حال الفن والثقافة، يعني إن كان من مرحلة إعلان دولة لبنان الكبير بالعام 1920 أو نيل لبنان استقلاله من الدولة الفرنسية بالعام 43، ووصولا لليوم، الفن هو جزء
لا يتجزأ من كينونة لبنان وهالبلد كله. مين من الشخصيات اللي شاركوا بتعتبره كان متفوق باللوحة تبعه؟ مثل ما كنت عمال أقول لحضرتك شادي، النائب رئيس الحكومة غسان حصباني فنان، فنان بالخط بالريشة بالفكرة بالإبداع، فكان فكرته أنه يرسم أرزة بقصيدة وطنية ومكتوبة بالكاليغرافي. الوزير حصباني، مين عنا كمان؟ في عنا بالخط المميز، في عنا النائب محمد نصر الله كمان، بقول له للحاج أبو جعفر بقول له صباح الخير كمان. في 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 هموم كانوا برسم اللوحة، يعني كمان مع النائب بولا يعقوبيان. بولا يعقوبيان كان عنده هدف انه تبين انه لبنان هو صنوبر، انه هو هوا نظيف، انه حياة. كل فنان، كل واحد كان عنده رؤية تبعه. اللوحات كلها رح تنجمع نهار الجمعة ب 23 الشهر، رح ينطلق معرض صحيح. يجمع كل هيدي اللوحات. خبرني كيف رح ينجمعوا؟ هل رح يتم ريع هالمعرض ل يعني لهدف معين؟ شو رح يصير باللوحات؟ خبرني. اللوحات هن صار عندي 40 لوحة، وهال 40 لوحة هن ال 40 شخصية من شخصيات لبنان المميزة، سياسيين وفنانين وإعلاميين. المعرض حيكون برعاية قائد الجيش بيوم 23 بالنادي العسكري بالمنارة. بدعي اللبنانيين وأصحاب الفن والثقافة أنه يشاركونا هالفرحة. وأدى رح يستمر؟ حيستمر ليوم الثلاثة، ليوم الثلاثة الساعة 7 بالليل. اللي عنده وقت حتى يزورنا اهلا وسهلا، اكيد يمروا يشوفوا اللوحات. لكن 40 لوحة رح تكون مجموعة صحيح لحديت هلا. وبختام هذا المشروع اللي قد استمر العمل عليه؟ صرنا عمالي نشتغل فيه، بلشت بالفكرة فيه شادي من تقريبا شهر شباط، بين مراسلات وموافقة من القيادة العسكرية لحتى اجتني الموافقة وجيت على بيروت. جيت على بيروت من 3 شهور، ومن 3 شهور عمالي نشتغل بطريقة، بدأت تشتغل بطريقة جدية جدا جدا، مختلفة عن طريقة الأطفال بين ضحك ولعب وأعطاء يعني طابع إنساني على المشروع. هون عمالي نعطي على المشروع طابع وطني أكثر، لأنه بحاجة لانتماء لثقافة، ثقافة انتماء للجيش. أنت اخترت المواضيع للمشاركين أو كل واحد كان عنده رؤية تبعه واختار موضوع لوحته؟ كيف اشتغلته؟ كان كل شخصية يختار هو الموضوع أو هو الفكرة. نعم. من زعبر شوي بالقلم رصاص، بنرسمها بقلم رصاص وهو بلون على طريقته، فهو يعني صاحب الحرية المطلقة بإعطاء الألوان. في مشاريع تانية عم تتحضر يونس؟ في عندي مشروع مع اليونيفيل لأطفال الجنوب، وفي عندي مشروع عم برسمك يا حلمي يا لبنان بنسخة جديدة مع السفراء المعتمدين بلبنان، كيف هالأجنبي بشوف لبنان. فهيدي البروجي أو مشروع عم برسمك يا حلمي يا لبنان انطلق إن شاء الله، وهيدي المشروع الجديد اللي عمالي بيشتغل عليهم. طبعا يعني فكرة حلوة، لأنه دائما الرؤية الخارجية كمان مهمة. نعم. لنشوف كيف بالنظر للبنان. وعلى كل حال هيدي الخطوة إن كان مع السياسيين الإعلاميين والمعنيين يلي شاركوا كمان مهمة جدا لحتى نكسر روتين الأمور ونكون عم نصدر فن وثقافة 100%. من خلال عملنا. في أشياء تانية عم تتحضر للمدى البعيد؟ في شغل مع جيش عملي يتحضر، بس ما بعرف حسب التوقيت وحسب تنقلاتي بين باريس وبيروت، حسب شغلي بين بيروت وباريس. بس شغل عم برسمك يا حلم يا لبنان أو هيدا المعرض هو رسالة وطنية نحن بحاجة لها شادي، رسالة فنية. يمكن نشوف معاناتنا نحن بالمجتمع اللي عايشين فيه طويل شوي، كل شوي منقول ترسبات الحرب. بأوروبا بعد 5 سنين بنت أوروبا، نحن قلنا 30 سنة خالصين من الحرب وللأسف ما قادرين نبني حالنا بطريقة. لازم نتفائل خير دائما. على كل حال هيدا مشروعنا أنه نكون متفائلين دائما بلبنان. يونس كجوك شكرا لوجودك معنا، موفق بكل خطوات اللي بتعملون اللي عندهم هالبعد الوطني، وهيدا أهم شغلة. شكرا لوجودك معنا. أنا بتشكر كل الوزراء والنواب والسياسيين والإعلاميين اللي كانوا بالحضور واللي كانوا بالإخفاء. بتشكر ورفق ميحة مدير المشروع، بتشكر أيمن حلبي، بتشكر كتير ناس
واهلي وعائلتي والاصحاب والاحباب، وبتشكرك لك شديد. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. شكرا. يهلا. مشاهدينا لهون بكون وصلنا لختام صبحيتنا. انا اول شيء بدي اذكركم انه بكره ابتداء من الساعه 9 صباحا سوا رح نكون مباشره بحلقه خاصه من احلى صباح من مدينه صور، لحتى نبرم بهالمنطقه بهالمدينه بهالبحر الحلو بهالاثارات بهالارث الفني الثقافي التراثي يلي بنفتخر فيه. حلقه بعدكم انها رح تكون اكثر من مميزه، فتابعونا صباح السبت بكره ابتداء من الساعه 9 صباحا.